شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أحسن الله إليكم. يقول: ما الأفضل في رمضان، الاشتغال بحفظ ومراجعة القرآن مع التدبر وقراءة التفسير، أم يكون للمسلم ختمات وكثرة التلاوة؟ الأصل عدم التزاحم، ومن الأمور الحسنة أن يجعل المسلم له في قراءة القرآن وردين في رمضان: ورد يقرأ فيه بتمهل وتدبر ومراجعة للمعاني، وورد يقرأ فيه بسرعة بحيث يكثر من الحروف والكلمات ويختم عدة ختمات في شهره، ولا تزاحم، والإنسان يستطيع أن يفعل هذا وهذا. ولكن إذا فرضنا التزاحم فأيهما الأفضل؟ الأفضل الإكثار من القراءة والإكثار من ختم القرآن في هذا الشهر، فإن هذا هو ظاهر فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم.